مرحبا، مثل ما وعدناكم أني والأخت نهلة حتعرفكم بنفسها. حنحكي طبعا بخصوص سعد وسارة. وضفنا إلى سعد وسارة ريم ورامي، مو صحيح؟ ريم ورامي، يا راح نحكي أول شيء على سعد وسارة وبعدين ريم ورامي. طبعا قصص من الخيال بس هي موجودة في حياتنا اليومية. عارفين بنفسك مرة لآخرك مرة بالبروموشن عرفتي على السريع، فبس حد يعرفهم منو حضرتك. نهلة علي، مهندسة معمارية خريجة بغداد. الاسم الكامل نهلة محسن علي سميسن، بكندا صرنا نالا علي. 25 years experience in the building code in Canada. 25 سنة خبرة قوانين البناء الكندية حصريا بكندا، و15 سنة منها بقسم البناء وترخيص إجازات البناء بأونتاريو بمختلف البلديات، خبرة حصريا بإجازات البناء. So I want to share my experience about سعد وسارة and their حتى نخلصوا من المأزق اللي هم بيه يعني. طبعا بس احب اقول لكم من جتيني للمكتبه اليوم، يعني اول يوم التقي بها، جدا سعيد لقائي. بس دائما يتعلق على المواضيع اللي انزلها وعلى افلام، شفت اندفاعها بهالشغله وقالت لي اريد اساعد هوايه عراقيين بشغله انه شو حيدفعون، لان احنا رايحين الى وضعيه غير جيده. ترى احنا رايحين، مو داخوفكم، بس احنا رايحين الى اقتصاد غير جيد. وشوفون الغلاء اللي يصير والمورجج الصعود. بس خلي اقول لكم اجابت وياها، صدق ولا تصدق، هذول كم صفحه؟ حوالي 6000 صفحه. 6000 صفحه بالبين كود، يعني حتحكي لكم شغله ما حتحكي انه غلط، تحكي على الكود. هي تشتغل انت بالسيتي حضرتك تشتغلي 15 سنه داخل سيتي برامبتون ونزفل، وحاليا نياجرا فولز بيلدينج ديفيجن ان ذا سيتي هول. شغلتي هي تخصص اجازات البناء، البيوت او غير بيوت. ف هم كل الستيات نفس الشيء؟ هم كل الستيات تقريبا متشابه؟ هذا الكود، هذا البايبل مالتهم يسموه. اكو كنديان لبناية الفدرال، واكو اونتاريو لاونتاريو. تقريبا اونتاريو، احنا كلنا عايشين باونتاريو، فالستيات اكثر نفس الشيء. مثل ما تعرف انت، كل واحد بكندا يقرا الورقه من طريقته. صحيح. فكل ستي، كل موظف، كل واحد يقرا طريقته. حلو. وين الخبره اللي اقدر اساعد؟ انه اني هذا 25 سنه اني مقابله هالكتابين، 70% ولا فخرا حافظته، لانه درسته بالكولج وبالجامعه، وامضي دروس خصوصيه واشتغل به. ف يعني ادليكم ال 6000 صفحه ادليكم يا انا طبعا دارسه وماخذ الكورس بي، لان عندي تاريون باسمي وابني بيوت، بس حقيقه ما حافظه ولا حتى صفحه واحده. بس اعرف شلون اطلع، انه يعلمونا شلون نستعمل الكتاب، مو انه نحفظ 6000 صفحه، بس شلون نروح ليا سكشن حتى نعرف البيلدينج كود. فاني دارسه، بس طبعا هي المدرسه مالنا في هالشغله هاي. زين، احنا هسه عندنا الموضوع اللي اكثر شيء نقدر نحكي به، يعني من جبت موضوع سعد وساره قبل، والناس هوايه انجبت الى سعد وساره، قال مو انجبت الاسماء، ما ادري جبتها انا ودي اسجل انه راسا قلت سعد وساره يعني. فالموضوع مالتهم انه كان المورجج شلون حيدفعوه، من كان هو ماخذ نفرض مليون دولار مورجج، لنفرض على بيت مليون و200، تعرفون يبقى مليون، من يدفع 20% ومليون 250 يبقى عليه مليون دولار، المورجج كان يدفعه 4200 دولار. هاليوم المورجج ماله صار نفسه، لان الانترست ريت صعد من ال 1.5 الى تقريبا 5 وشويه، صار المورجج ماله يوصل فوق ال 6.5 او حتى حيعبر هسه حاليا. هاي ال 2200 او 2400 بالسنه 30000 تقريبا او اكثر، ويا الغلاء راتبهم هم سعد وساره كلته هو مثلا 170000 المجموع مالهم لنفرض، ما حيقدرون يوفرون هاي 30 35000 بلس الغلاء مال البنزين، التاكس، بروبرتي تاكس، غيره غيره غيره. فلازم يتجهون انه اما يبيعون بيتهم او لا لازم يجيهم انكم من عنده، ما نخليهم يبيعون، بس يحتاجون انكم 30000. شرحي لي شلون، او 25000، قولي لي شو راح اطلع لهم 25000 بكل سهوله. بكل سهوله وبساطه، احنا ككلتشر عراقيين وعرب عندنا الملك، هذا فد شيء اول ما نحلم به ملك هو البيت. انا اعتبره قطعه قماش ابد لا تبيعها، فصلها وغير تفصيلها وعدلها وغير الياخه. هذا البيسك مالتي، النظريه مالتي. عندك بيت بالعراق كنا 600 متر بالمسبح بالجادري بالمنصوره بالعامريه، بدات تنزل، طلعنا وحرب والدنيا وشي، نزلنا ابو راح اليمن والليبيا والاردن مثلي وابا، ونزلنا. اللي يصير هسه احنا عندنا بيت سعد وساره، خلينا نقول مهندسين، لان اني معماريه، بس انطيك مثال. مثلا اذا هم مهندسين وهيجي شيء
وزادت الفواتير والولد ده يكبر وراح يروح جامعه والاوساب ما يكفي وش نسوي الانكم لاني هم موظفه ترى يعني صح عندي بزنس خاص بس انا موظفه بالدوله anyway راتب شو نسوي شلون نسوي انكم داخل البيت نبدي للوضع اللي ده يصير السمارتنس انه اسوي انكم نفس بيتي انا اذا ابني راح مثلا من غير شر للجامعه غرفته راح تفرغ عندي حمام زايد عندي شيء شيء اسمه second unit. I'm gonna say some word in English because these are legal terms. So it's better if you wanna hear it in English and Arabic so you can Google it or you can ask somebody else for more details. So second unit. أنا أقدر أخذ غرفة ابن سعد اللي راح للجامعة وأقدر أخذ حمام وأقدر أسوي بطريقة ما second unit. مو اسمه basement. الناس سمعت ومشت وكندا كلها تأسست إن هو بيسمنت ليش اجت شقت كلمة بيسمنت لأنه قبل الناس تعيش بالأرض وتنام بالأول والبيسمنت يلعبون ببيت مو بيهم من اللي سبريت دور انترنس مو هي حسب البيت إذا يعني هو لازم سبريت دور انترنس يقدر يأجره يعني سهلة هسا وصلت حتى بعض المدن بلا سبريت خلينا لا نوصل للهذي بس حتى سبريت أقدر أوصل لك زيان. درج ثاني بس هي فكرة اجت إنه البيسمنت ليش لأنه الأرضي دائما الكنديين من 9000 سنة الحضارة يعيشون بالطابق الأرضي إيه أدري والطابق الثاني نامون والأرضي بار وبليارد هذه فجقالها ومن تلوس أمورات نيكولاس الكندي كان يأجر البيسمنت بس هي مو شرط تأجر البيسمنت أنا بيتي تاون هاوس لازم نجحتين سكن يونت مالتي بالطابق الثاني لأن الدرج قريب الباب فصلته بالطابق الثاني فالسكن يونت اسمها الشقة للإيجار أو الجزء الإيجار أو الجزء شو تسموه سموها بالبيلدينج كود بالبلدية سكن يونت تقدر تكون بالطابق الثاني بالأرضي بالبيسمنت أو جزء بالثاني وجزء بالبيسمنت جزء بالثاني جزء بالأرضي تدخل بالأرضي والمطبخ جوا وغرفة النوم فوق legally anywhere هنا وين تبدي السمارتنس إذا عندك مهندس عنده خبرة إحنا ما شاء الله أذكياء ويعرف بالبيلدينج كود واللي مرة نبي حتى إذا عندكم مهندسين وعندهم خريطة يقدرون يسألوني بس استشارة أشوف إذا أكو أغلاط أو تعديلات حتى من تروح للسيتي وترخص السكند يونت راح اضل اقول عليها سكند يونت لا تسموها بيسمنت يونت سموها سكند يونت من ترخصها حتى تمشي راسا لانه انا شغلتي هاي بالسيتي زين ست نهله شلون انت اسم في التاون هاوس ما تجي التاون هاوس قسمتيه مو البيسمنت لان صحتك دوك فورد يريد يسوي هاي الشغله وقال يعني سووها ثلاث يونتات بس شلون تخلي لي مطبخ الطابق الثاني انت هسه شلون حبيبي يعني؟ فورد اللي قاله عيوني انت صار له 20 سنه بالبولدنج كود موجود يعني فورد قاله عيوني انت فورد وترودو أنا وياك نعرف نفس المأساة يحكون حكي سياسيين فورد اللي قال التصريح قبل أسبوع موجود وأدز لك اللينك هذا الثيرد يونت موجود سيتي أوف جولف وسيتي أوف لندن ووينزر سيتي عندي لينكس أنا من أحكي ترى يعني ها وهذا أنا بيتي تاون هاوس لازم من الجهتين زين الحلو لبيتي إنه المدخل من أدخل بيتي عريض كلش اللوبي كلش كبير معنه تاون هاوس 1200 سكوير فوت من اشتريته بيسمنت وزنت فينيش الدرج مال بيتي اللي وصل الغرف النوم الثلاث الفوق باب بالمدخل شايف البيو قسمته هو الدرج نفسه سويت له فاير ريتنج 30 مينت فاير ريزيستنس ريتنج اب تو ذا كود تفصيله هنا اراويكم الصفحه لا تردون الثلاث غرف النوم الفوق الماستر بقت ماستر اللي هي غرفتي انا نزلت بالبيسمنت عشت ما بيها شيء واحد ينزل اي نزلتي بالبيسمنت وعندك الهول بالمين فلور والمطبخ والحديقه الخلفيه بس الفوق احكي لي بس المطبخ زين بتي راحة جامعة أوتاوا أنا نزلت نمت جوا المطبخ هو واحدة من غرف النوم أنزلكم الصور نزلت على أصدقائي على الفيسبوك نزلت اللي أول باحة أجرت $1,800 $1,800 أجرت يعني كانت لف غرف فوق فصارت غرفة نوم غرفة ليفينج والثالثة صارت هي أوريدي يعني جديد عمرها كيتشن إن يونت لوندري تيبل داينينج تيبل طبعا حمامهم ومدخلهم 1800 يعني من نفرين يعيشون بيها نفرين وطفل ها وخلوا الأجار ماكسيمم سنة سنتين لا تخلون الشقة خلوا الشقة حلوة ونظيفة وشي لا تخلون الواحد يقعد أكثر من سنة سنتين تبدي المشاكل حتى من يطلع تأجر أول مؤجر أجرته ب 1200 طلع أجرته ب 1500 ورا سنة
البارحه قسما بالله اول البارحه نوفمبر سكن 1800 اجرته. يعني 1800 احنا نقدر نقول هي هاي الاكسترا انكم اللي حتصير انت دفعه ما تكمل المورجج تقدر انه هاي. لا هذا المورجج مالتي 1600. اي لا لا احكي يعني على حتى على غير واحد احكي على سعد وساره هذا الغرفه وهذه الباركينج برا بالهذه تنطيهم واحد تنطيهم واحد السيتي هذا نرجع للفورد وجماعته. السيتي بدت اول شيء السكن يونت ارجع اقول مو البيسمنت السكن يونت اسمها لازم كانت تلف سيارات توقفون بعدين نزلتها سيارتين بعدين حجم السياره كان 2.7 متر نزلتها 2.6 متر نزلتها 2.55 متر. السيتي مستموته تعالوا سووا شقق ليجل لانه الناس حتنام. انا من الناس والله صديقات على الفيسبوك عندي جروبات من تقول لي ما اقدر ادفع مريه وجاجيد اقول لها حبيبتي شيلي جوال دليتك وقعدي بباب البلديه بس ولدك لا تاخذيهم وياك اخذوهم خليهم عند صديقتك قعدي بباب البلديه وحط الرزم يحط الشهاده وانت اميجرانت مثلي سكيل اميجرانت وحطيها ستاند بباب البلديه قولي يلا ترودو يلا فورد وين راح اسكن. احنا هسه بدنا نحكي شغلات احنا نحكي على القانون يعني نرجع على سعد وساره بس شلون طلع فيهم يقعدون من قدام السيتي دمرت يخم. لا لا قصدي حتى ما نوصل احنا قانونا اذا يصير حتى الطابق الثاني اذا هو حتى التاون هاوس اذا يصير هاي ثلاث غرف يصير انه مطبخ وهول وغرفة نوم وبالمطبخ طبعا يصير البريكفاست اريا او الدايننج. عندي خريطه مال بيتي هاي 1800 دولار ايزي لان انت البيسمنت اليوم قاعد تاجر بين 1600 ل 2000 دولار ما كل يوم بيسمنت اقل من السعر هذا 2750 بس الدرج سويتيه انه نصين ويقسم هذا انه بري يعني صار عندهم سيبريت دور انترست. لا حبيبي انا لانه تاون هاوس وموجوده على الفيسبوك مالتي على البوست لانه نزلت ايجار اجار جديد بيتي التاون هاوس 6 متر عرضه مشتمل تواضعوا لله بعد ما كنت بالعامريه هذا 6 متر يعني. عرضه بيتي زين المدخل حلو عريض بابين كلش كبير رجال اللوبي عندي كلش كبير اللي هو كان لوبي الي زين الثاني للارضي بيتي قبل 16 سنه بربحه بي انا وبنتي اللوبي I closed it, just enclosed it around the stairs. Oh, فصار إنه هو يصعد للباب وأني أروح البيت ومطبخي وليفينج روم وباودر روم وجراجي كل مشكلة ما عندي بس أكو تبس بعدين خلينا نبدي هاي وراح نسوي حلقة. أكيد من حيريد إنه حيتصلون بيك وإحنا حنسوي في اليوم لايف واللي يريد ناس يدخل ويانا على اللايف إنه حيسووا بس يمكن في الأسبوعين ثلاثة ندخل لايف بعد ما يشوفون الفيديو هذا. احنا هسه سعد وساره اذا خلصناهم من المأزق مالهم انه ما حيقدروا يدفعون مورجج حسينا قصه سعد وساره. هسه عندنا اخت ساره اسمها ريم ورامي اي شوف الاسماء محبتهم ريم ورامي هذول هم من عالم الخيال يعني لا والله مو خيال اي والله موجوده والله 90% بكندا هسه سعد وساره طبعا احنا الفيديو مالنا تشوفون نسجله لا دنا تنطق بالعربي الفصيح ولا شيء عبالك تقولون يعني والله من هلا الله يعني هو اجتماع وياكم هيك يعني قاعدين مطعم المشوار بدنا ناكل فلافل زين ريمور رامي ان هم يريدون هسه يشترون بيت المشكله الانكم مالهم اثنينهم هو وزوجته 120,000 حتى يشترون بيت هسه ماكو بيت اقل من 800-900 فيحتاجون الى انكم 160,000 لازم اكو فرق نفرض 40,000 أو 50,000 لازم يكون اكو انكم اللي هو تقريبا في 30,000-40,000 زياده هذا الانكم اللي نجيبه نقدر نقول من نقدم للبنك يابا احنا هيك حناخذ هذا البيت بس احنا حنسوي به هاي الشغله تمام انه هاي الشغله هو من راح يشتري اي بيت لازم عند الهاوس لاي اوت مخطط البيت يعني مو خريطه تفصيليه لا بس مخطط بسيط لازم هو يرتبها ويشوف له اي مهندس بسيط انه جزء منه انا راح اشتري هذا البيت بس انا عندي طفل وانا عندي ثلاث غرف نوم انا جزء منه ممكن اجين طابق الثاني مثل بيتي جزء طابق يعني ينطي ستادي للبنك لازم قد يجوز البنك انه يوافق عليها يعني بالضبط انا سويتها سويتها الاصدقاء سكتش يسوي بالالوان هذا بس يعني سكتش مرتب واسم وعنوان وشي يعني مو يعني سكتش هندسي وبي توقيع يعني بلدين كود وغيره فشي يعني صدقني حتى قبل بلدين كود ذا قبلوا عليه بعدين نوصل بعدين نوصل بس للخريطة. يقدم انه هو ذا مثلا زوج زوجته عندهم طفل ليش ثلاث غرف نوم مثلا وبيسمنت مثلا او اربع غرف نوم او شيء هواي طرق تطلع جزء فوق بالارض الثاني او جزء من الارضي والبيسمنت او هواية طرق يسويها ويا الخريطة من يروح للبنك إنه أنا هذا البيت أشتري وهذا جزء منه أجار هذا إنكمي أنا دراسة بهالمنطقة بهالسيتي بهالهذا يشوف إيجار إيه بالضبط تشوف أونلاين هذا وهذا وهذا تأجر راح يجيني كاش بالمية 30-35,000 أكو بيسمنتات ووك أوت من الباب بالحديقة
وصلت 3000. مو هي البيسمنت حصير كل السهله، احنا بدنا نحكي انه في حاله مو بيسمنت، اذا بيسمنت احنا تنحلها يعني. اي غرفه البيسمنت هسه قاعد تعبر حتى 2000 تمام، بس احنا هسه بدنا نحكي انه في موضوع يعني حتى اللي يقول انه انا اريد اخذ تاون هاوس او اكو هوايه ترى البنجلوات البيت تقدر تعيش بالمين فلور وقسم البيت. اكو الى سيناريو خاص، بس اسال اسال قبل، مو تاخذ قرار عني شامي، اسال اسالني الي، اسال اخرين، اسال كل. هسه مو بس انت، هسه البنك يحب ريم ورامي، لان البنك يريد ناس تاخذ مورجج. اذا البنك ما نطى مورجج راح يصفط ويقعد بالبيت. الناس حصير 2008 طبعا انا يعني هذا خوفي. احنا لا 2008 زين حنصير، انا اعتقد انه حنصير اطعس من 2008 خلينا نقولها للناس حتى يعرفوا. فالبنك يريدك تشتري وتاجر، السيتي تريدك تاجر لانه نص مليون ليجل انكم نيو كامر كامينج و200 الف ليجل ستودنت طبعا دائما يلحقون. فالحكومه تريدك تسوي سكن يونت او يكرر سكن يونت، والبنك يريدي هذا. انت بس عليك تسال شخص عنده خبره وينطيك شغله مدروسه وياها كلها السنتنس قانون يا قانون، وانت مو الا تاخذني انا ينطيك الراي استشاري وتروح غيري. انت هسه حكيتي على هاي هوايه ناس تخاف من تسوي ليجل بيسمنت انه التاكس مالهم يرتفع، فالاكثريه نسوي احنا صح نسوي ضمن الكود بس اتس ان ليجل. انت حاله من قاعد تحكي هيك سويتي بيتك هيك هسه نصين، هذا السؤال كلهم حيسالوك اياه، هل حيرتفع عليك البروبرتي تاكس؟ لا لا، انا اذا اجرت ب 30000 بالسنه اجاني أي. ودفعت منهم 2000-3000 زايدة بروبرتي تاكس، وين المشكلة؟ مو أنا لا ما أكو مشكلة. إذن يعني قصدي إنه حيزيد البروبرتي تاكس. صدقني صدق هو يزيد، بس ما أعرف لأن كل شارع وكل بيت شكل. أي بس هي تقريبا الزيادة ماله تقريبا وسعر بيتك طبعا راح يطفر لأنه بيتك تو دوالينج يونت صحيح بيتك صح. ادفع إذا مو أنت ماخذ 30000 زين. أنا أسألك سؤال آخر، انت سمن سويتي هل صار سيبريت ميترز لهم بالكهرباء والمي والغاز اللي هو نفسه تتقاسمون مثلا 50 أوكي. 50 او 40 60؟ اوكي انا لانه تاون هاوس صغير وشي وسالت هوايه ناس اللي عندها خبره قالوا لي لا تسوي بيت حلو ومرتب والشقه وشوفوها على الصوره، بس لا تسوي مال واحد يجي يقعد سنين وينام على قلبك. اذا ما سويتي تتقاسمون لانه الكهرباء جوا عندي والهادي، فقصه حزينه انه بس هي تصير لو لا انه كل شيء يصير يصير نقسم انه بس حصير 2 ميترز كله بس فلوس ما عدا المي بميتر واحد لا اعتقد كله فلوس لا كله يصير وحياتك السيتي يومية ريجن اوف بيل يومية طلع قانون بس دخيلكم سووا سكن يعني هسه اكو تسهيلات مو مثل قبل من السيتي انه ها بس تعال بس تعال بس تعال سوي سكن يونت لانه قسما بالله سيناريو اذا انت سعد وسارة ورامي وريم خلي اشوف لي انا منو اللي قسما بالله راح يقعدون بباب البلدية. لا مو قصدي انه بشكل مو زين، انه حلوا لنا مشكلتنا، بدنا نشتغل بدنا ندفع تاكس، اخذنا شهادات كندا طبعا. مو انا يعني الناس اللي وخاصه السنجل مام او اللي حتى الرجل زوج زوجها ما توفي قعدوا باب البلديه وحطوا شهاداتكم وقولوا لا عزيزي المير احنا منتخبناك حل لنا اياها العفو. شنو شلون قبل اسال ها فاكو نفس الكهرباء واكو نفس المي واكو مفصول. خل اقول لكم الفكره اني النصيحه انه لانه اني البيسمنت الي واجرت طابق الثاني، المي والكهرباء والتكييف كلها يمي، اذا ضوجني اول مؤجر كل شيء ما اسوي تقطع عليه شويه العب بالهذي. فاذا اجرت البسمت عزيزي تسوي طريقه وكوريدور الك انه لازم البويلر مالتك يا عزيزي ابو البيت والكهرباء انت تسيطر عليه، انت تدخل له ويدخل ابو المؤجر يعني بعيدا عن هذه حتى السيطر. يعني انت بس هيك بسهوله انا ما اريد اسوي سؤالك كله. خليني سالتك على الميترز، ما ميترز اكو فد شغله كلش مهمه بالبيوت كلها هاي. احنا هسه من ناجر البيسمنت او ناجر الفوق دائما البيوت هاي كلها ما بيها اثنين فرنست واثنين سنسرات، بيجي المشكله الجو بارده بالبيسمنت والفوق حاره، بالصيف بالعكس بالشتاء اكو هاي الطريقه انتم بالهندسه ساعدكم انه يا بالتدفئه فوق وجو تتعادل. يعني احنا هسه كلها بيوتنا ترى يعني ولدي مثل واحد بيوم يعجبه يعيش هذا بالبيسمنت الاخر فوق، هذا يصيح على هذا علي التدفئه وهذا يقول له نصي التدفئه. انت ايش اكو باسل هذا السؤال اشكرك جدا عليه قسما بالله. 25 سنه من حطيت رجلي بيرسون ايربورت قسما بالله لليوم ماكو غرفه بيك يا كندا اذا مو حاره لو بارد. بس احنا فوق الجراج بارده شوف الوخمه
قسما بالله تروح للمستشفى، تروح للوزارة، تروح وزارة البيئة، الهوسة والغرفة. ليش؟ لأنه اللي صمم التكييف والهذي هي نفس الخريطة مصممها نيكولاس بالألف وتسعمية وتستعمل وتختم وتمشي تمشي زين. اللي يجي يحط لك الفرنس ما له علاقة بالخريطة. اللي يجي هذا أبو الأجباك، هذا أبو الأجباك. أوكي. اللي يجي أبو السيتي يسوي إنسبكشن ما له حتى عنده خبرة. زين. النتيجة شلون؟ خلنا أقول لك. أنا من جنس ساكنة بيتي كله. البيسمن راقمة كل الدكتات راقمتها رقم لأنه كان أنفنش بيسمن حتى يصعد لي شوية هواء بارد بالغرفتي الماستر بيدروم كان. زين أعطيني الحل. ويست باي فرن. الحل ماكو حل. إذا باردة تحط هاي اليونت سمو العشرة دولار مال وول مارت هذه. إذا باردة تسدها شوية قسم بيهم وتفتح. ما له حل. هاي أسا أنت مرتاحة بغرفتك هسه؟ لا سوري بس لا. هاي الحلول خلينا نقول موقعيه يعني انه كل غرفه نحاول احنا نسد ونفتح انه اكو هاي اللي بيعوها انه هاي حتى بيها قسم كهربائي انه تفتح وتسد يعني انه حتى توصل توازن البيت اذا كلش اذا انا اقول لك توصل مرحله بعض الناس اذا عندك شباك غرفتين وواحده من الشباك على الكوريدور يسموه ويند كوريدور تقدر بالشتاء بس تحط يعني ستايروفور. اكو حلول ام الخمسة دولار واكو حلول. هاي الهم احنا حل يوم كانت قصتنا عن سعد وسارة وريم ورامي. حلو تقريبا حليناهم اثنيناتهم بس حنسوي فيلم لايف في اليوم وتقدرون هو يعني تسألونه وتناقشونه وانه حنجاوبكم. حيكون طبعا اكثر من طول هسه احنا قلنا حنحكي 10 دقائق ولكن اعتقد اخذنا اكثر من 20 دقيقة اعتقد مدي عندي التوقيت. بس أنا أشكرك جدا ست نهلة على إنه اليوم جيتي إنه حقيقة الصبح تخابرنا وشفتها متعلقية كان على الفيسبوك دائما مالتي فجدا راسك قلت جيني نسوي فيلم قالت إيه وساقت من نياجرا فولز إلى هنا يعني لأنه أريد ساعد سعد وسارة وريم ورامي لين 90% من أحنا جينا. أشكرك أشكرك هواية يعني كلش حلوة وإن شاء الله أكيد إنه حنسوي لايف ما يحتاج تجين لهنا لأن اللايف لأن فتحة إنه زوم. اشكركم ونشكر ست نهله وان شاء الله نلتقي باللايف. تحياتنا باسل حداد ونهله علي. تسلمين شكرا.